أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوصف الله جل وعلا بأنه قديم كما جاء في كلام أبي عمرو النيسابوري؟ كلام القديم، هذا يقصد القرآن. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع، فالله يتكلم، لا ما زال ولا يزال يتكلم سبحانه متى شاء إذا شاء، كلامه قديم النوع، لكن آحاده تحدث شيئا بعد شيء، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء. هذا هو التفصيل. ليس كل كلام الله قديم، وليس كل كلام الله محدث، وإنما أصله ونوعه قديم، أما آحاده وأفراده فهي متجددة وتحدث شيئا بعد شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.